كتلة هوائية مائلة للبرودة يتوقع أن تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر نستعرضها في النشرة الجوية الأسبوعية بعد قليل. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية لعموم مناطق المملكة ليوم الأحد، حيث تسود أجواء مستقرة بشكل عام في عموم مناطق المملكة. درجة حرارة تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في مختلف المناطق. تنتشر كميات من الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية، قد تعمل هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة فوق المرتفعات الجبلية، في حين تنتشر كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية. اعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله تبدأ كتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد بعبور أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، وتبدأ تأثيراتها في أقصى شمال غرب المملكة. تنخفض درجات الحرارة في تبوك لتسجل 31 درجة مئوية فقط مع انتشار لكميات من الغيوم المرتفعة في هذه المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق مع أجواء مستقرة بشكل عام. يوم الثلاثاء المزيد من الانخفاض متوقع على المنطقة الشمالية من المملكة مع ازدياد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد. تنخفض درجات الحرارة في كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وصولا حتى حفر الباطن، حيث تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في هذه المناطق. درجات الحرارة تكون باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل، 14 درجة مئوية فقط في منطقة تبوك. باقي مناطق المملكة لا تغير الحالة الجوية، تستمر الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، 28 درجة مئوية فقط في منطقة حفر الباطن وعموم المنطقة الشمالية، 30 درجة مئوية في تبوك، وبالتالي تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. البرودة تكون محسوسة خاصة خلال ساعات الليل. باقي مناطق المملكة تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام والطقس مستقر بشكل عام. يوم الخميس المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية هذه المرة من المملكة، 27 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة عظمى في حفر الباطن، 13 درجة مئوية فقط خلال ساعات الليل. درجة الحرارة أيضا تستمر أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في منطقة تبوك، الجوف وأيضا الحدود الشمالية، فيما تنخفض أيضا درجات الحرارة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض لتكون في منتصف الثلاثينيات مئوية. يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة أيضا في منطقة الرياض لتصبح في بداية الثلاثينيات، وبالتالي تصبح أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. أيضا تكون أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة، ويستمر الطقس مستقر في عموم المناطق. إلى هنا تنتهي نشرتنا الأسبوعية، تابعوا تحديثاتنا أولا بأول، وإلى اللقاء.